أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدريب الثاني تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: ماذا تطلب؟ What would you like؟ بعض السمك من فضلك. Some fish please. هذا هو السمك. Here it is the fish. شكرا. Thanks. عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام. You are first student. مسعودة دليلي. سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. You are second student. Read the example. ماذا تطلب؟ بعد السمك من فضلك. هذا هو السمك. شكرا. ماذا الفاكهة؟ نو ماذا تطلبين؟ تطلبين كم من كان؟ What would you like? What would you order? أوكي. ماذا تطلبين؟ أريد بعض فاكهة من فضلك. من فضلك. आगे क्या था, भूल गई. هذا هو الفاكهة. هذه هي الفاكهة. هذه هي الفاكهة. سارة. ماذا شكرا. تطلبين؟ You need to say شكرا. شكرا. ماذا تطلبين من الشراب أستاذ؟ Just ماذا تطلبين؟ Only nothing else. أوكي، ماذا تريدين؟ أريد قهوة. من فضلك. من فضلك. هذه هي القهوة. شكرا. ماذا ماذا تطلب؟ تطلبين؟ أطلب الماء. هذه هي الماء. هذا هو this is masculine. هذا هو الماء. شكرا. ماذا تطلبين؟ أطلب شاي من فضلك. هذا هذا هو الشاي. شكرا. تدريب الثالث تبادل الحوار مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول: هل تشرب الشاي؟ Do you drink the tea؟ لا أفضل القهوة. No, I prefer the coffee. المثال الثاني: الطالب الأول: هل تأكل اللحم؟ Do you eat meat؟ الطالب الثاني: لا أفضل السمك. No, I prefer fish. ياسيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. You are first. عائشة. Yes. You are second. Read the Okay. example. هل تشرب الشاي؟ لا أفضل القهوة. هل تأكل اللحم؟ لا أفضل القهوة. أفضل السمك. أفضل الله أفضل أفضل السمك. هل تأكل الأرز؟
هل تأكلين الأرز؟ هل تأكلين الأرز؟ لا آه. كيف قلناها؟ أفضل لا أفضل الخبز. لا أفضل أفضل الخبز، الخبز. أفضل الخبز. هل تشربين حليب؟ لا لا أفضل الماء. هل تأكل العنب؟ لا تأكلين العنب؟ هل تأكلين عنبين؟ لا أفضل التمر. هل تأكل الماء؟ هل لا. هل تشربين تشرب الماء؟ الماء؟ هل تشرب الماء؟ لا تشربين الماء تشرب بالماء. بدل. تشربين الماء. لا أفضل القهوة. أين الغداء؟ Where is the lunch؟ الغداء ولا المائدة؟ The lunch is on the dining sheet. أنا جوعان جدا. I am too hungry. I am very hungry. لدينا ضيوف. We have guests. من هو؟ والدي ووالدتي وجدي. My father and my mother and my grandfather. Sara, Sir. you're first. Yasini, أين الغداء؟ الغداء على المائدة. أنا جوعان جدا. لدينا ضيوف، من؟ والدي ووالدتي وجدي. سارة، where is the Yes sir. breakfast؟ أين الفطور؟ ياسيني، الفطور على المائدة. I am very hungry. Okay sir. I have to say sir, I am very hungry. Yes. أنا جوعان جدا. أنا جوعان جدا. We have guests. لدينا ضيوف. من؟ أخي وأختي وعمي. أين العشاء؟ العشاء على المائدة. لدينا ضيوف. نعم. No, I am very hungry. عمي عمتي. Oh, sorry. أنا جوعان جدا. We are لدينا ضيوف. من؟ عمي عمتي جدي جدتي. أين الغداء؟ الغداء على المائدة. أنا جوعان جدا. لدينا ضيوف. من؟ جدي جدتي عم وعمتي. Aisha, Yes. answer according to yourself. كم وجبة تأكلين في اليوم؟ أكل وجبة two times क्या बोलेंगे آكل وجبتين. أكل وجبتين ماذا تأكلين في الغداء؟ lunch किस time का ماذا क्या खाती है؟ What do you eat in the lunch? मैं इंग्लिश में क्या उर्दू में अरबिक में कैसे बोलूंगी
तो नहीं, पहले इंग्लिश में आंसर दे। उर्दू इंग्लिश में कोई जवाब दे, सोच में पड़ी है लंबा, जो आज का है वही बता दे। ही हैज लॉस्ट द इंटरनेट। मिस्टर ईसा हमीसा क्या माजा ताकुलू फिल वदा। What do you eat in the lunch? كل سلطة؟ وماذا تأكل في الفطور؟ أكل الدجاج. ماذا تأكل في العشاء؟ آكل الدجاج. ما وزنك؟ وزني 50 كيلو. كيلو ماذا تفضل من الشراب؟ أفضل الشاي. ماذا تفضل من الفاكهة؟ أفضل التفاح. هل تشرب الشاي؟ نعم أشرب. هل أنت جوعان؟ أنا مش جوعان. هل أنت سمين؟ أنا مش سمين. سارة لمثلث بين الجملة والصورة المناسبة. أي الجملة للصورة الأولى؟ الفاكهة على المائدة. No, no, first picture. أي الجملة للصورة الأولى؟ سورة جي. Surat. I am asking which sentence for the yes first picture. okay الفاكهة على المائدة. which sentence is okay. okay so just give me a minute. قاسم نو اور خلوص. طاهر يشرب عصير العنب. Surat الثانية. سورة الثانية. اوكي الفاكهة على المائدة. الضيوف. اوكي the third picture is الضيوف. is the جيم. Dream for which sentence? الضيوف في غرفة الجلوس. Wrong answer. Okay, sir. This will be okay. الفاكهة الضيوف في غرفة الجلوس تأكل السمك. قاسم سمين جدا. No. So what could be this one, sir? زينب تأكل السمك. زينب is eating the fish. Okay, زينب تأكل السمك. The next picture will be sir قاسم سمين جدا. And the last one is الضيوف في غرفة الجلوس. سل بين السؤال والجواب. Join the question and the answer. ياسيني
أين القهوة؟ ما الجواب؟ أين القهوة؟ القهوة على المائدة. القهوة على المائدة. كم وجبة تأكل في اليوم؟ ثلاثة. أكل 3 وجبات. بي هل تشرب الحليب؟ لا، أفضل الشاي. فاست. ماذا تأكل في الفطور؟ أكل ماذا تأكل في الفطور؟ أكل سمك وسلطة. جيم. مسحور. التدريب الخامس ريدس. زينب سمينة جدا، تأكل 3 وجبات في اليوم. زينب تأكل في الفطور السمكة، وتشرب القهوة، وتأكل في الغداء اللحمة، وتشرب الشاي، وتأكل في العشاء الدجاج، وتشرب الحليب. وزن زينب 100 كيل. 100 كيل. فردوس نعم. هل زينب نحيفة؟ لا، زينب سمينة جدا. كم وجبة تأكل في اليوم؟ تأكل 3 وجبات في اليوم. ماذا تأكل وتشرب في الفطور؟ زينب تأكل في الفطور السمكة، وتشرب القهوة. ماذا تأكل وتشرب في الغداء؟ وتأكل في الغداء اللحمة، وتشرب الشاي. We don't begin the answer with the vowel. Remove the vowel from the beginning. ماذا تأكل وتشرب في العشاء؟ تأكل في الغداء اللحمة، وتشرب الشاي. ما في ال... أوكي. ما وزن زينب؟ وزن زينب 100 كيلو. إيسا هم بيسا. Repeat whatever you hear. الوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة. الطعام والشراب. الطعام والشراب. الدرس 44. الدرس 44. التدريب 5. التدريب الخامس. اقرأ الفقرة. اقرأ الفقرة. ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب على الأسئلة. زينب سمينة جدا. زينب سمينة جدا. تأكل 3 وجبات في اليوم. تأكل 3 وجبات في اليوم. زينب تأكل في الفطور السمك. زينب تأكل في الفطور السمك.
وتشرب القهوة. وتشرب القهوة. وتأكل في الغداء اللحم وتشرب الشاي. وتأكل في الغداء اللحم. إيسا دو وتأكل في يريد الغداء اللحم. وتشرب الحليب. breaking actually. وتأكل في العشاء الدجاج. وتأكل في العشاء الدجاج. وتشرب الحليب. وتشرب الحليب. وزن زينب 100 كيل. وزن زينب 100 كيلو. سارة Yes, sir. read this one. Okay, sir. قاسم يأكل 3 وجبات في اليوم: الفطور والغداء والعشاء. سالم يأكل وجبة واحدة في وجبة اليوم. واحدة. وجبة واحدة في اليوم. الغداء. قاسم يأكل في الغداء اللحم والدجاج والسمك والأرز والخبز. وسالم يأكل في الغداء السمك والسلطة والفاكهة. قاسم يشرب الماء وسالم يشرب الشاي. يا سيدي، كم وجبة يأكل قاسم؟ قاسم يأكل 3 وجبات في اليوم. كم وجبة يأكل قاسم؟ أو سالم؟ سالم وسالم يأكل في الغداء السمك والسلطة والفاكهة. سالم يأكل وجبة واحدة. I will ask you again. كم وجبة يا يأكل سالم يأكل سالم؟ وجبة واحدة في ال... يا سالم يأكل وجبة واحدة Break, break. في اليوم. واحدة is the last word of the answer. Nothing else. ماذا يأكل قاسم في الغداء؟ قاسم يأكل في العداء في الغداء اللحم والدجاج والسمك والأرز والخبز. والأرز والخبز. ماذا يأكل سالم في الغداء؟ السمك والسلطة وفاكهة. ماذا يشرب قاسم؟ قاسم يشرب ماء. ماذا يشرب سالم؟ يشرب الشاي. مسهور، فردوس، نعم. التدريب السادس. Repeat. التدريب السادس. اقرأ الفقرة. اقرأ فقرة. اقرأ الفكرة. اقرأ فكرة. ثم أجب عن الأسئلة. ثم أجب عن الأسئلة. قاسم يأكل 3 وجبات في اليوم.
قاسم يأكل 3 وجبات في اليوم. الفطور والغداء والعشاء. الفطور والعشاء والغداء. سالم يأكل وجبة واحدة في اليوم. سالم يأكل وجبة واحدة في اليوم. الغداء. الغداء. قاسم يأكل في الغداء اللحم قاسم والدجاج والسمك والأرز والخبز. يأكل في الغداء الدجاجة والرز والخبز. وسالم يأكل في الغداء. وسالم يأكل في الغداء السمك والسلطة والفاكهة. السمك والسلطة والفاكهة. قاسم يشرب الماء. قاسم يشرب الماء. وسالم يشرب الشاي. وسالم يشرب الشاي. إيسا خميسة. Yes. Tell me their meanings. Arroz. Only reading or Meaning. translation? Arroz mean rice. Arroz rice. Akulu. Akala. It. He ate. Akala. Akala he it. يأكل they eat He is eating. يأكل he is eating أولى first First. ثانية second سمراء date الثالثة third ثلاث three جدا very جلس sits He يجلس sat. Jealous جلس of he sat he sat. جلس he sat يجلس he will sit He sits. he sits جوعان hungry hungry جودايكا. سارة. حليب ملك خامسة is five فيفت. fifth okay sir خامسة is fifth خبز is bread دجاج is chicken رابعة is fourth زوج is زوج زوج is husband husband زوجة is wife ستونة is 60 سلطة is salad سمكة is fish and سمين is fat يا سيدي. شاي
تي، شراب، ماء. drink. شراب like what you drinks drink. cold Drink. drinks just drinks cool drink, yeah. drinks drinks only drinks. Shariba mean drinking. He drank. He drinks. Yashrabu, huwa drink. Yani, he's drinking. Yeah, he's drinking. Do you guest ta'am, food, talaba? What do you want? He wanted, he ordered. What you said, talaba? He demanded, he ordered. Okay. Yatlubu, do you want? He wants. He wants. Order. Asha, dinner. Afwan, forgive me. And if you are welcome. Yeah, you are welcome. Ala on the top. On. Or. Inap, grape. Relish. Food. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Help in this meeting. What are? What do I mean? Lunch. Pakia. Pakia. Iska Pakia and fruit. Jana. Fruit. Fadala. Papala. He preferred. Preferred. Yufadilu. Yufasilu. He prefers. Fatur. Fatur. Breakfast. Fatur. Khalil. Fast. Little, Khana. few. Kahwa. Coffee. What is kahwa? Kahwa. Coffee. Kasir. Kasrat. A lot, much. A lot, much. Okay. Keel. Jana. Kilogram. La. Nahi. No. Nahia. No. Preventive. Laham. Meat. Mishoor. Yes. Next. Limaza. What? Why? Why? Mi ata. Ma water. Maida. Maida. Dining sheet. Dining sheet. Musafira. Musafir. Passenger. Passenger. Mudifa. Air hostess. Air hostess. Mudifa. Air hostess. Mut'am. Mat'am. Restaurant. Restaurant. Na. Our. Our.
نحيف. ضمير الجماعة group pronoun of a group collective pronoun. ضعيف weak. ويك، واحدة، ون، طيب وجبات، meals. ميلز، وجبة، ميل ميل، وزن، ويت، يوم، دين، دي. دي، دي. Next time, inshallah, we'll continue al-wahdat al-sadisa as-salah. If anybody has any question, they can ask me now. No questions, so see you all next time, inshallah. Wassalam. شاء الله.